في رسالة واضحة تترجم الموقف الأمريكي الرافض لتهديدات النظام التركي بغزو مناطق شمال وشرق سوريا، أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون مواصلة دعم بلاده العسكري لقوات سوريا الديمقراطية. المسؤول الأمريكي الذي يشغل منصب مدير مجموعة العمل في البنتاغون غريس ماير قال إن واشنطن ستستمر في إرسال أسلحة ومركبات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية من أجل مواصلة حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي. ماير أوضح أن الدعم العسكري يتضمن إرسال أسلحة ومركبات مصممة خصيصا لتلبية احتياجات قسد، خاصة في مهمة الحرب ضد التنظيم الإرهابي. أما فيما يخص الآلية الأمنية فقد أشار ماير إلى أنها أحرزت تقدما كبيرا حتى الآن، مبينا أن الولايات المتحدة وتركيا سيرتا 5 طلعات مشتركة بطائرات مروحية في سماء المنطقة، بالإضافة إلى دورية برية مشتركة جرى تسييرها في 8 أيلول سبتمبر الجاري. كما لفت المسؤول الأمريكي إلى التزام قوات سوريا الديمقراطية بتنفيذ بنود تفاهمات الآلية الأمنية عبر إزالة تحصيناتها والانسحاب من مواقعها في تلك المنطقة وتسليمها إلى المجالس العسكرية المحلية هناك. تصريحات المسؤول الأمريكي هذه جاءت عشية تهديد أردوغان بغزو مناطق شمال وشرق سوريا تحت ذريعة الحفاظ على أمن بلاده القومي ومزاعمه بشأن عدم تنفيذ بنود تفاهمات الآلية الأمنية التي جرت بين واشنطن وأنقرة.